بعد كده هو بينيموني على الكرسي نوم. انا مع حتى القعاد مع شعور خالص اني ما عنديش القدره ان انا اقعد زي البني ادم ده غير النوم يعني نفسه السيد الحليم ما كانش كان في كلام خالص. انا قعدت 4 سنين كنت بتهته كان الكلام يطلع متقطع كلمه تتفهم كلمه كلمه لا لان الدكتور يقول لي حاول تهدى خالص عشان الكلام تحاول تقدر تطلعه يعني هو بتهدى بس يطلع معاك يتفهم لكن لو حاولت تسرع الكلام المخ مش هيقدر يستوعبه فمش هيطلعه. بعد كده اتقطع نهائي خالص. دي كانت وقعت على ظهري دخلت في غيبوبه حوالي 5 ساعات طبعا الاسعاف جت وخدوني الدنيا كانت مقلوبه. دي كانت النطق فيها اتقطع نهائيا خالص. بعد النطق ما اتقطع انا النطق اتقطع معايا 13 شهر. بعد النطق ما اتقطع ابتديت افقد الوعي التركيز يعني ان انا حتى الكلمه اللي انا عاوز اكتبها دي بكتبها ممكن غلط ممكن اكتبها كلمه تاني ممكن اسيب منها حرفين ممكن اسيب النقط خالص ما اكتبش نقط للكلمه يعني حتى الكلمه ممكن كمان انساها يعني مجرد اجي بسرعه اكتبها اروح ناسيها. ابني كان يقول لي يا بابا طب ما انت لسه هتكتبها اعمل له كده اقول له اتمسحت من دماغي خلاص اتمسحت مش عارف طبعا واقعد اشد نفسي يقول له لا كده مش هتيجي خالص اهدى خالص عشان تحاول تيجي معاك الكلمه كانت ممكن ترجع وممكن ما ترجعش خالص وخلاص تنتهي ما اقدرش اجمعها تاني. فاشكر المسيح وفي الاخر كان هو الكنيسه في نهضات العذراء والاعياد هنا كان ماسك اجتماع الحرفين كانوا بيحبوه جدا جدا بنيابه المسيح وبصلوات كمل بس سلمك. عايز اقول حاجه انا كنت بناول الاستاذ عادل لمده 7 سنين في البيت اللي تستحق كمان الشكر وتستحق يتعمل لها تمثال. انا بقدم شكر للمدام بتاعتي لما كنت اروح اناوله كان في حالتين حلوين قوي وكنت بشوفهم في البيت كنت ببقى متاثر جدا ان انا اصبح الاستاذ عادل مش قادر يرد كنت اناوله كنت الاقي الشكر والفرحه اللي موجوده في البيت. في حاجه اعجب وكان عنده حاجه دايما يقول ان انا همشي ده دي انا كنت واثق كنت اقول لهم على طول انا همشي ولدرجه قلت لهم انا عندي ثقه ورجاء حتى قبل ما ياخد نفسي بدقيقه هقف امشي وبعد كده ياخد نفسي لكن ثقه عمياء همشي بس ازاي انا ما اعرفش امتى برضه ما اعرفش. ده كان الرجاء اللي كان جوايا رجاء لدرجه ما اقدرش اوصفها كان مالي قلبي مالي شعوري مالي كياني مالي حياتي مالي نفسي. حاجه بقى صغيره خالص واسف عشان اتسابونا قال المدام انا عندي المدام الايام الاخيره ما كانتش بتنام خالص نهائي ان انا لما كنت بحاول انام ساعه ولا ساعتين. طب لحظه عايز اقول حاجه بقى عايز استغل الفرصه دي لكل اسره عندها مشكله زوجيه في البيت اللي مش قادره تحتمل او مش قادر يحتمل تعالوا خدوا نموذج من اسره جميله في وقت الشده شالته فعشان كده الله يستحق ان يعمل معاهم المعجزه دي اعلان لان انا موجود في كل اسره فيها تجربه لكل أسرة فيها تجربة تعالوا ارمح من قاعدة ما تزمرتش يا أبويا 7 سنين بل في آخر أيام أنا كنت بناول وبشوف لما كنت تعبان جدا وكنت أنام ما كانتش تنام كانت تبقى خايفة لحسن أموت وكانت تبقى قاعدة حاطة إيديها على صدري فأفتح عيني ألاقيها قاعدة جنبي فتقول لي لا نام 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 أقول لها يا بابا اهدي يا بابا أنا مش هموت ما تخافيش مش هموت طبعا أعمل لها كده يعني ما تخافيش أنا مش همشي قاعد أعمل لها كده بإيدي أنا قاعد يعني فتبتسم وتضحك تقول لي طب انا قاعده ما كانتش تدخل اوضتها تنام فيها ابدا على السرير كانت تنام جنبي على الكنبه انتري انا عندي اوضه الكنيسه كلها بتقول لها شكرا النهارده شكرا حقيقي وانه نموذج لاسره مسيحيه بمعنى الكلمه اشكر المسيح وهي دي حقيقي الكنز اللي ربنا عطاهولي. وعلى فكره احنا لينا 43 سنه متزوجين ما حصلش في يوم من 43 سنه يوم مشكله بس ما تهيكش عليهم الخير عليك بدل لا ما هو عشان اقول جمله صغيره النعمه من ربنا انا عندي بنتي متجوزه وعيالها يعني في ثانوي بنتي ما جاتش ليله بيتت عندي ففي مره جوزها سافر فبقول لها يا بابا مجدي سافر فبيتي فقالت لي جمله قالت لي هو انت لما كنت بتسافر ماما بتقفل البيت وتروح تبيت عند حد ولا بتبيت في البيت؟ قلت لها روحي بيتي بيتك ما بيتتش ليله بنتي من بره ما نعرفش منهم حاجه ولا ابني ولا بنتي اخذوا مننا
نمثله نفس بل بزياده اللي انتوا عايشينه زي ما انتوا عايشتوا يعني هم بالظبط يا ابويا اللي احنا عشناه هم اللي عاشوه بل ازيد. النقطه الاساسيه اللي انا عايز اكلمك فيها يا استاذ عادل الشكر. انا كنت بشكر ربنا ليل ونهار في قوه الالم وكنت بشوف فيه فرح. الالم صدقوني شفت فيه فرح وشفت المسيح بجد. شفته صدقوني شفته شفته بعناية بقلبي شفته واحنا شفناه بالمعجزة دي ان انا شايفه وانا نايم على ظهري في قوة الالم كان بيجيني سلام وفرح. ما كنت يعني انت توصينا ان احنا نشكر وسط الالم طول ما انا بشكر ربنا وطول ما انت شاكر ربنا وعندك رجاء في ربنا ثق ان هيعمل اللي انت عاوزه هيديك اللي انت عاوزه بس امتى ما تسألوش انه ما ينفعش تسأل ربنا وما ينفعش تقول له امتى ما ينفعش خالص. انا عايز اقول لكم يا اصدقائي استاذ عادل كان بيشكر ربنا قدام عينينا احنا لما نروح نساله اخبارك ايه كان نشكر ربنا نشكر ربنا نشكر ربنا ده في الاول بعد شويه بيعمل زي نشكر ربنا ده بعد فتره بعد فتره خالص لما بدا يفقد النطق عامل ايه يا استاذ عادل؟ نروح نناوله نروح نناوله انا وابونا يوسف وابونا بيصر وابونا انجيلوس نروح له البيت نناوله كان ده رد فعله لما اساله اخبارك ايه عامل ايه يا استاذ عادل؟ صدقوني يا اصدقاء اللي يقدر يشكر ربنا وسط الالم وسط الضيق وسط التجارب يشوف ربنا بالعيان يعني احنا بنشوف ربنا بالايمان انما اللي يشكره وسط الالم وسط الضيق وسط المرض وسط التجربه المريره يشوف ربنا بعينيه ويشعر ان هو حضنه فعلا وده عن تجربه اللي بيقولها الاستاذ عادل وانتوا جربوا يعني جربوا انت في وسط الضيقه كده تقول له اشكرك يا رب جرب. الاستاذ عادل كان بيوصي برضه يقول يا جماعه اشكروا ربنا لحاجه بسيطه قوي انت مش واخد بالك منها انك تقدر تدخل تعمل حمام بطريقه طبيعيه وتخرج. صدقوني يا جماعه في اعمق من كده انك تشكر ربنا على انك تدخل الحمام مش مقدرينهم. ناس كتير قوي اصحاء ما يعرفوش يعني ايه انك تشكر ربنا على تقدر تعمل حمام بطريقه طبيعيه تقدر تتنفس بطريقه طبيعيه تقدر تبلع تاكل وتبلع كده بطريقه طبيعيه. اشكره حاجات كتير قوي نعم كتير قوي عندك اشكره عليها. بدايه الرضا بدايه الفرح الحقيقي بدايه الحياه الابديه انك تشكر ربنا وانت هنا على الارض في كل احوالك. شكرا ليك يا رب يسوع المسيح. شكرا يا عذراء من نور انك سمع بتسمعي صلوات ولادك وتنقليها الرب المجد يسوع المسيح وهو بيستجيب ويرسلك معونه لشعبه معونه للمتالمين معونه للمتضايقين معونه للمجروحين معونه للمحتاجين تعزيه. شكرا يا رب يسوع المسيح لك المجد لك الشكر لك التسبيح يا رب يسوع المسيح. Thank you.